تتضاعف معاناة الناس في المناطق التي تشهد مواجهات في مختلف المحافظات اليمنية، وهنا في محافظة الضالع زادت رقعة النزوح وزادت حاجة الناس للمساعدات الإنسانية والإغاثية. نحن في فقرة وصل صوتك من برنامج أضواء سهيل نلتقي عدد من المواطنين لنستطلع آراءهم حول ما إذا كانت ما تقدمه المنظمات الإغاثية تكفي لحاجة الناس أم لا. تابعونا. برأيك ما تقدمه المنظمات الإغاثية للمحتاجين في المديرية يكفي لسد حاجتهم أم أن هناك قصور في هذا الجانب؟ ما تقدمه المنظمات الإغاثية لا يكفي ولا يسد 25% من حاجة المنطقة وحاجة محافظة الضالع، نظرا لحالة الحرب في المحافظة والنزوح الشديد من المديريات المجاورة ومن المحافظات لهذا المنطقة. هذه تعتبر المنطقة الوحيدة في المنطقة الوسطى المحررة، ولذلك تعاني من نزوح شديد. طالب المنظمات بالمزيد من الإغاثات والمساعدات إلى محافظة الضالع لأنها مكتظة بالسكان وبالنازحين، وما يتواجد بها أكثر من 5000 نازح بمريس وقعطبة وغيرها من المحافظة من جميع أنحاء الجمهورية. احنا مستحقين ولا معنا اي شيء يا اخي، لا دقيق ولا فيه اي دعم من المنظمة هذه. بالنسبة للمساعدات هذه الانسانية التي تقدمها المنظمة ما توصلش للناس الحقيقيين اللي هم يستحقوا. هذه بامانة ينتخبوا 3 من كل مكان وكل واحد يسجل اسرته فقط، والناس المساكين ما توصلش اليهم. هذا اقول بامانه والله شاهد. بالنسبه للمنظمات الانسانيه هي تدعم لكن ليس الى الحد المطلوب، كون هذه المنطقه منطقه مريس مكتظه بالسكان ومكتظه بالنازحين، لابد من الدعم ويعني الدعم الكثير من اجل احتواء كل النازحين وكل الذين يعانون من المشاكل يعني والفقر وغيرها. يقول لك على الدقيق افضل تغطيه حاجه الناس، لان الناس في حاجه ماسه لهذه الحاجات. اما النقود بعضهم يعني ليس له اسر يذهبوا بها يخزن القات او كل الحاجه الثانيه. رساله المنظمات يعني يهتموا بالشعب اليمني المدقوق المحطم باعاده صرف الاغاثات، اغاثه دقيق يعني دقيق وما حول دقيق وزيت ورز وسكر. المنظمات لا تصرف، لكن الذي هم قائمين على المنظمات ناس سرق وناس نصابين وابتاعوا واشتروا باسماء الناس ولم يدوا للنازحين او المستحقين حقهم. انا دولي 39,000 وانا اعول 22 فرد منهم ايتام ومنهم بدون حق الرعايه. ان كل ما تقدمه المنظمات والجمعيات من اغاثات ومساعدات انسانيه ضئيلة جدا لكثرة النازحين لهذه المنطقة، حيث بلغ أو يبلغ بمقدار 5,000 نازح من مشردين ونازحين وكذلك متضررين من الحرب. فندعو الجمعيات والمنظمات الإنسانية والخيرية إلى مد يد العون بشكل كبير لسد حاجات النازحين في هذه المنطقة. وبعد أن استطلعنا آراء الشارع حول هذا الموضوع سنتجه إلى مكتب لجنة النازحين بالمديرية لنطرح عليهم هذه الأسئلة. تابعونا. نقولها بكل ألم أن المنظمات الدولية العاملة في مديرية قعطبة لم تفين باحتياجات النازحين، لا من الغذاء ولا من الإيواء ولا في الجانب الصحي. حتى ما تقدمه من مواد إيواء ومواد غذاء يستهدف عدد قليل من النازحين الذين يعانون الأمرين، بلغ السيل الزبا والنازحون يعانون شدة الفقر والحاجة. هؤلاء في مناطقهم لم يكونوا بحاجة لمد أيديهم من المنظمات، لكن ظروف الحرب والتهجير القسري من مناطقهم دفعهم لأن ينظروا إلى المنظمات كداعم لسد احتياجاتهم، لكنها للأسف لم تقم بواجبها حتى الآن. لم يتم استهداف النازحين بمشروع إيواء يغطي كل النازحين، لم يتم استهدافهم بمشروع يغطي احتياجاتهم من المواد الغذائية.